هادو محطات اصليين، هادو ماشي اصليين. حنا رحنا ذكرنا المحطات، الجماعه الحضاريه عطينا هاد المحطات ديالنا السيد الوالي، راسلناه مرارا وتكرارا. السلام عليكم، فوزي الادريسي، المقرر الجهوي بجهه فاس مكناس، المنظمه الديمقراطيه مهن النقل. هاد الوقفه كديرها التنسيقيه بناء على اللقاءات اللي كانوا مع السيد الوالي، لقاء ديال 23 وديال 25. صراحه هاد اللقاءات هادو ما حسيناش بان شي امور اللي تعطات لنا كتفيدنا حنا كصف اول. صراحه شنو لقينا؟ لقينا مجرد وعود، مجرد مسائل اللي عندنا حنا كانت مكتسبه ديالنا لسنين طويله. صراحة أنا الإخوان ما بغيناش غنقول لكم، ما بغيناش حنا ندخلوا لهاد الاجتماع اللي مع السيد الوالي والمهنيين ما عارفينش شنو عندنا، وقررنا نديروا هاد الوقفة هادي باش الإخوة المهنيين يكونوا على بال وعارفين شنو واقع، شنو تيساينا، ونوضحوا لهم الأمور شنو غادي يكون في الاجتماع، ونتفقوا على واحد المعطيات أو مخرجات اللي غادي تكون حنا نبنيو عليها في الاجتماع مع السيد الوالي. واش هاد الإخوة المهنيين موافق على داك الشيء اللي تيقول السيد الوالي أو لا ما موافقينش؟ لأن المهنيين ديالنا عندهم علاقات وطيدة مع الزبائن ديالهم، ربطوا علاقات صداقات ربطوا مع المواطنين. حنا ما يمكنناش حنا غادي نشدوا بين الليالتين وضحاها ويجي السيد الوالي ويحيد لنا محطات اللي كنشتغلوا فيها لأكثر من 23 سنة، كاين محطات لأكثر من 25 سنة، وما بالك المواطن البسيط. حنا ما نكذبش عليك، حنا صراحة هاد المحطة تنعتبروها بقرار، لأن السيد الوالي إلا كان تيشوف هاد المحطة مازال ما فيهاش قرار، حنا القرار ديالنا هو المواطن اللي كافصل ما بيننا وبين السيد الوالي. حنا هذا يوم عرس، يوم لقائي، يوم تواصلي ما بين السائقين، تعبيرا عن على ما راجع على انه سيارة الأجرة الكبيرة غادي تمنع من المدار الحضري داخل مدينة فاس، وهذا غير مرضي قطعا بتة ولا رجوع فيه، لان ما يمكنناش حنا نتراجعوا علما بان سياره الاجره الكبيره هي في مصلحه المواطن، في مصلحه القدره الشرائيه ديال المواطن نظرا للدخل، كما سبق لهذا الزبون اللي قدم العرض ديالو على المذاق ديالو. مدينه فاس فيها واحد النوع من الركود بالنسبه للطبقه المستضعفه، كاين الناس على قد الحال وهي معروفه مدينه فاس بالصناعه التقليديه، الدخل جل المداخل ديال ساكنه فاس كتكون بالصناعه التقليديه، وبالنسبه عندنا فيها المعامل عدمت على سبيل الذكر من بينهم كوطيف، مانيدرا، تجمعتي الى اخره. هذا خصاص وقع بالنسبه لي للعامله، وكاين عجز في الدخل ديال المواطن، وسياره الاجره هي الوحيده اللي هي عاطيه دعم للمداخل والجيب المواطن الفاسي. فاحنا كنقولوا للسيد الوالي على انه ينظر واحد النظره عاطفيه بالنسبه لساكنه فاس الدرجه الاولى. ثانيا، ما سياره الاجره الكبيره لا تراجع ولا رجعيه ولا مرجعيه عن القرار ديال العمل داخل المدار الحضاري. فاحنا ضروري من العمل داخل المدار الحضاري، علما بانه كاين الفصل الرابع في الرخصة الامتياز للمياه المأدونية اللي كيقول يؤذن لحامل هذه الرخصة بنقل الأشخاص داخل المحيط ل 21 كيلومتر بالفردية وبالجزئية. ومن كنتعداو 50 كيلومتر ديك الساعات كنضطروا ان نديروا رخصات المغادره. اما ناخذ النقطه الحضريه بطبيعه الحال، بالنسبه انا كنقولوا مدينه فاس ستظل تعمل فيها سياره الاجره الكبيره الى ما لا نهايه، احب من احب وكريم من كريم.